تساوي شخص طبيعي. ده يمكن بتقوم بيه المؤسسات الخيرية. وخلونا النهاردة نتعرف أكتر على مؤسسة جديدة، هي مؤسسة ويانا من المؤسسات الخيرية اللي بتهدف لهذا المجال. بيسعدنا النهاردة إن احنا نلتقي مع الدكتور حسام مصطفى، المدير التنفيذي لمؤسسة ويانا. أهلا بيك يا دكتور، ونورنا النهاردة في الاستوديو. ودي حاجة تسعدني لما أكون موجود معاكم هنا. يا أهلا وسهلا. يمكن يعني عايزة أتوقف أمام اسم المؤسسة ويانا. هو فعلا الاسم دي مدلول، الاسم مدلول ان احنا بنتكلم على مسألة الدمج والتوعية، دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع والتوعية بتاعت المجتمع كله بالمشاكل بتاعته. فقلنا نختار ازاي نختار اسم يبقى بيعبر عن مسألة الدمج. احنا بالضبط كده. فاحنا جاي قلنا طب ايه نختار اسم ويانا، وكان الاسم الحمد لله كان ليه مدلول كبير جدا، وليه يعني ليه تأثير كويس قوي على الود وعلى الهدف اللي احنا بنشتغل من خلاله يعني. جميل. يمكن زي ما بنقول لما الواحد بيفكر في اي شيء جديد او بيفكر في مؤسسه جديده بيبقى في شيء حركه عشان يقوم بهذا العمل المهم. عايز اعرف ايه اللي حركه عشان تبتدوا انكم تفكروا في موضوع المؤسسه. شوفي يعني انا هقول لك، انا شخصيا بشتغل في مجال الاعاقه ده يمكن من اكثر من 25 سنه، لكن اللي حرك فعلا الموضوع بتاع المؤسسه انه رئيس مجلس الامناء سيدة فضيلة اسمها الأستاذة هالة عبد الخالي، عندها بنت عندها متلازمة داون، وهي كانت ولدتها في أمريكا، وأمريكا ليهم نظام أو ليهم سيستم معين في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. قعدت معاها هناك فترة معينة من الوقت، لما جت مصر حصل لها نوع من أنواع الصدمة لأنه ما لقت نوعية الخدمة والنظام والتأهيل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مختلف تماما عن ما شافته في أمريكا. فحبت إنها تعمل تشتغل وتعمل نموذج خلاص زي النموذج اللي موجود في أمريكا. هي موجود في أمريكا. بالظبط. من ساعة ما الولد يتولد يبقى شكله إيه، المستشفى بتقابله إزاي، الأهالي اللي عندهم أولاد عندهم إعاقات مختلفة إزاي بيخشوا معاها في نوع من أنواع السبورت والدعم بالنسبة لها، إزاي يفهموها الطريق شكله إيه، إيه الطريق تمشي فيه من أول ما الولد يتولد أو البنت تتولد لغاية ما يتوظف ويشتغل. جميل. فهو ده اللي إحنا بنشتغل فيه فوق، يعني بنشتغل على النظام على السيستم اللي موجود. ان حاجه تفضل مستمره يعني مش حاجه تنقطع. بالظبط. الولد من ساعه ما اتولد او البنت من ساعه ما اتولدت في المستشفى، ايه اللي ممكن يتعمل في المستشفى من اول ما من الدعم ممكن نقدمه للاسره في المستشفى، ايه الخط اللي بيمشي فيه لغايه اما يعني يتزوج او يشتغل او يبقى يعني مدمج في المجتمع دمجا كاملا. لان احنا المشكله دي مشكله يعني احنا بنتكلم في مصر مثلا بنقول انه تقريبا في حوالي 12% من عدد سكان من الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني معناها عندنا حوالي 9.6 مليون، يعني معناها ان احنا بنتكلم على اسر 9.6 مليون، يعني عندنا حوالي 38 مليون نسمه متاثرين بالمشكله. فدي مشكله احنا بنشوفها من وجهه نظرنا مشكله يعني تخص حوالي نص المجتمع. لكن مهم جدا ان احنا يعني يمكن احتاولنا دايما ان الحاجات اللي تخصنا هي اللي نحس بيها ونعيشها، لكن لما الواحد بيحتك بمجال معين او بيتعرض لموقف معين بيقول لا لازم كمان ان احنا نشعر بالاخرين. انا مش عايزه اتكلم فقط عن الطفل المعاق، ومش عايزه اقول عن الاسر ان هي كانت زمان بتقول لا انا عايزه استخبى انا ما عنديش ابن بالشكل ده، لا انا عايزه اتكلم عن الاسر الجديده اللي بتواجه المشكله دي، ازاي ما بيتم تدريبهم كمان، اتالي لازم بيكونوا بالتدريب مع ابنائهم لان هم الخط المتواصل اللي ما بينكم وما بينهم. احنا الحمد لله عاملين زي نتورك كده ما بيننا وبين المستشفيات المختلفه ودكاتره الامراض النساء والولاده والاطفال، انه لو حد من الاطفال اتولد عنده اعاقه معينه عليهم يتصل بالمؤسسه بتاعتنا، احنا بندي لهم بنرشدهم او بنعمل دعم الاسره لان بيحصل لهم نوع من انواع الصدمه العنيفه في الاول. عندنا مجموعه متميزه بتعمل دعم للاسر، بنشوف بنقول لهم الخط اللي يمشي فيه على حسب نوع الإعاقة بتاعت الولد، إذا كانت إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية أو إعاقة حسية، يعني إذا كانت مكفوفين أو من ضعاف السمع أو ضعاف البصر، بنقول لهم الخط اللي يمشوا فيه، خلاص بندلهم بنعصر عليهم المسافة. يعني النهاردة اللي إحنا بنشوفناه في خلال الفترة اللي فاتت إنه الأسرة يمكن بتمشي بتتخبط مثلا سنة واثنين وثلاثة لغاية ما تعرف الخط السليم اللي يمشي، إحنا بنقول لهم على الخط السليم من أول يوم. البداية انك انت تعملي تأهيل الولد من ساعة اتولد ده حاجة مهمة جدا، يعني كان دايما النظر يقول لك سيبه لغاية ما يبقى عنده سنتين ثلاثة، لا مفيش حاجة اسمها كده. دلوقتي لازم من أول ما يتولد يتحط على التراك. عندنا مجموعات متميزة زي ما قلت لحضرتك، عندنا مطبوعات بنديها للأسر للأهالي
بنعمل ندوات للتوعية في موضوعات تخص الأهالي، مثلا التغذية أخبارها إيه، الرعاية الصحية شكلها إيه، في حاجات موضوعات معينة خلاص يمكن الناس بتبقى محرجة إنها تتكلم فيها، بنتكلم فيها دي نوع من أنواع الثقافة للأسر. الأسرة بتبقى حاسة في الآخر إنه ما عندهاش مشكلة خلاص، زي ما بتحس بالمشكلة أول ما بتحصل، فبنسهل عليهم الموضوع جدا، بنقول لهم لا ده في نماذج مشرفة جدا وفي قصص نجاح كبيرة جدا موجودة في مصر من الولاد اللي عندهم إعاقات مختلفة، اللي هو اتعلم واشتغل. ايه المجال اللي هم ممكن ان هم يتعلموه؟ ايه اللي انتوا بتوفروه لهم؟ كل انواع. احنا بنشتغل في المؤسسة حاجات اليدوية على ما اعتقد، بيشتغل كل حاجة على حسب نوع الإعاقة وعلى حسب التدريب اللي احنا بنعمله. فاحنا مثلا احنا عندنا قسم اسمه قسم التدريب والأكاديمية، بنعمل دورات خلاص بنأهل الناس في مجالات مختلفة، على سبيل المثال مثلا مدرس الدعم، مدرس الدعم، تخاطب. النهارده احنا عندنا مشروع اسمه يعني فعلا احنا في الوقت الحالي مع بالتعاون مع جامعه عين شمس ومع وزاره الصحه التامين الصحي، بندرب 150 طبيب من اطباء التامين الصحي ازاي يكتشفوا الاعاقه، لان هم في جميل. يعني انتوا فاتحين المجال مع المستشفيات مع المستشفيات مع التامين الصحي مع جامعه عين شمس، عندنا معاهم بروتوكول تعاون كويس قوي، عاملين نتورك من مؤسسات المجتمع المدني ووزاره التربيه والتعليم، عشان في حاجه اسمها استراتيجيه الدمج التعليمي، وفي قرار وزاره طالع بالدمج التعليمي. يمكن ده كان هيبقى سؤالي يا دكتور حسن، انا هسالك هل انت مع ولا ضد، لان في بعض المدارس فتحت المجال ان ممكن الطفل المعاق يبقى قاعد مع الطفل العادي وقت البريك، يعني وقت ميعاد البريك ان هم يبقوا مع بعض في البريك بيلعبوا مع بعض، ما فيش حاجه اسمها ان ده لوحده وده لوحده. وفي ناس اعترضت وقالت لا، لان الولد ممكن ان هو يتضايق او ممكن اصحابه يتعاملوا معاه بشكل مختلف. شوف انا عايز اقول لحضرتك، انا مع الدمج التعليمي جوه الفصل. جوه الفصل. بس في عوامل معينه لازم الواحد يعملها علشان يقدر يعمل العمليه دي. اول حاجه بنعملها حاجه اسمها وحدات دعم الاعاقه جوه المدرسه. نمره 2 توعيه المدرسه من اولها لاخرها، من اول ناظر المدرسه لغايه خدمات المعاونه اولياء الامور التلاميذ الموجودين في الفصل. بالاضافه ان احنا بناهل خلاص الاشخاص اللي هم قادرين على العمل، بيبقى المدرس وحاجه اسمها مدرس الدعم او مدرس المساند اللي بيشتغل جوه الفصل علشان يبسط المكان للاطفال. في حاجه اسمها كمان حاجه اسمها غرفه مصادر او ريسورس روم، المفروض ان انا بكمل فيها المنهج التعليمي وبعمل عمليه تكميليه للمنهج التعليمي بالنسبه للولد اللي عنده اعاقه. الموضوع ده يعني لو انا النهارده البيئه بقت مهيئه، هو ده النظام العالمي دلوقتي، مفيش حاجه اسمها مدرسه خاصه مثلا بالاعاقات، لا دلوقتي بقى معظم الاتجاه العالمي ان هو يبقى في دمج جوه الفصل العادي، ونتيجه الدمج ده ليها مردود كويس قوي. حلو. وفعلا احنا النهارده في حاجه اسمها شبكه الدمج التعليمي، مجموعه من مؤسسات المجتمع المدني عاملين شبكه مع بعض مع وزاره التربيه والتعليم علشان نساعد الوزاره خلاص انها توصل حسب درجه الاعاقه برضه. طبعا هم ابتدوا بمرحله اولى، ما تكونش درجه بعيده قوي بالظبط، هم ابتدوا كمرحله اولى بنوعيات معينه من الاعاقه علشان يدوا حوالي 5040 مدرسه في مصر في خلال 4 سنين جايين. يعني لو الموضوع نجح ان شاء الله هيبقى موضوع اكبر واوسع. نورتنا وانستنا النهارده، وان شاء الله هيبقى لنا لقاءات قادمه نتعرف اكتر على دور المؤسسه والتطور اللي بيحدث ان شاء الله. شكرا لحضرتك للوقت معانا. خلونا نطلع مع بعض، نرفع مع بعض شعار اذان العصر وارجعوا لنا مره ثانيه.